السلام عليكم الخوت. المهم دابا كنكملوا السيريه ديالنا يو وانت تو بي ا هاكر. دابا حنا وصلنا للكودين، كودين سكريبت ياك، ولكن بقات لك واحد الخطوه اخيره قبل ما نسدو هذا الموضوع ديال الكودين والسكريبتين، هي تيستي القدرات ديالك ديال الكودين. فهمتي؟ هتيستي القدرات ديالك ديال الكودين فاش في فري كود كامب. هنا فري كود كامب هتيستي القدرات ديالك ديال الكودين. جوين اتس فري ياك، فابور دخل اخي، عطاك دي تشالنج تبقى تحلهم بشويه بشويه طنطن. داك الشيء شو فري كود كامب دخلتي فيها والله ما تندم، انت نحلف شي حاجه ناضيه. سو دابا حيدنا لي بيسكس كاملين، ولكن مازال ما شحدناش القدرات ديالنا. فهمتيني؟ عجبني لي بيسكس، مازال ما شحدناش القدرات ديالنا. دابا اهم حاجه غادي نديروها هي نقدر مثلا نشوف شي كور، مثلا عند هذا السيد هذا السايبر مونتور اللي هو حاط هذا البلوك بوست هذا، هاد الكور هذا ناضي. تقدر تشوف هاد الكور هذا ديال 15 ساعه، فهمتيني؟ ولكن انت 15 ساعه ماشي تشوفها كلها، فهمتيني؟ غتبقى دوز دوك بارتيات اللي انت اصلا فايت قريتيها. المهم هاد الكور انت شوفها، قاري دوك بارتيات كاملين، دوزتو شفتو كامل كورز واو ناضي، فهمتي؟ واعر. بعد من بعد نقدر نعطيك ديكور موراه. المهم نفوتو بعدا علينا هذا. هاد الكور هذا زوين ناضي ديال بينيتريشن تيست، فهمتيني؟ ماشي الهاكا كور، غير البينيتريشن تيست. اوكي، ولكن اذا خصك تجرب راسك في الهاك ككل، فهمتيني؟ غتبقى تشوف شي تحديات، شي دي تشالنج، وغتبقى تيستي راسك فيهم. بحال انا بحال تراي هاك مي، تراي هاك مي وير. وشوف ماشي مشكله خسرتي شويه الفلوس، هادو كاملين دي بلاتفورم كيبغيو شويه ديال الفلوس، فهمتيني؟ واحد حساب كل واحد شهر كطلب لك 4 دولار مثلا في الشهر، 10 دولار مثلا في الشهر، هاني بحال كتقرا في شي جامعه تخلص مثلا 100 درهم في الشهر، شنو هي؟ ماشي شي حاجه. المهم تراي هاك مي ناض يا اخي، غادي كتعطيك دي كور وكتعطيك دي لاب. شنو هما دي لاب؟ بحال فيرتشوال ماشين محطوطين هكا، كتهاكيهم تاخد راحتك فيهم، دير بهم اللي بغيتي، فهمتيني؟ غير هو كتحل لك التشالنج، يعني كتعطيك واحد الفلاك، هي مثلا واحد الفيشي مثلا، ولا واحد الكود في داك لا ماشين ما كتقدرش تدخل ليه، ماشي ساهل تدخل ليه. المهم كتحاول جبته، فهمتيني؟ مثلا تراي هاك هادي فيها ديكور وفيها دي لاب وفيها دي تشالنج مع صحابك كدا. هادي المهم ناضي قضية زوينة بزاف. هادي تراي هاك مي، كاين هاك دي بوكس. هادي بعدا اصلا ما تخليكش كاع تدخل، حتى تهاكيها بعدا، تهاكيها عاد دخل، فهمتيني؟ تجبد واحد الكود منها. راه كنت لحت في واحد الفيديو في القناة ديالي على هاك دي بوكس، فتحنا الباب، فهمتيني؟ فتحنا الباب. هادي من ناحية. الناحية التالتة هي فون هوب هي كتعطيك واحد دي ماشين بحال هاك دي بوكس، تا هي بجوجو كتعطيك دي ماشين. انت كتحاول تجبد داك سميتو، كتحاول تجبد داك واحد الفلاك اللي هي كود، قلت لكم عبارة عن كود. المهم غالبية كتكون عبارة عن كود، ماشي تقدر تكون فيشي، تقدر تكون، المهم غالبية كتكون عبارة عن كود. فون هاب هادي فابور، فهمتيني؟ تيشارجي الماكينة، يعني الفيرتوال ماشين، وتبدا تخترق فيها. كاين يوتيوب تشوف الماكينه مثلا السهله، كاين بزاف الانواع ديال الماكينات، فهمتيني؟ كاين لا ماشين السهله واللي كتكون بلا محاط عليها في يوتيوب، يعني باش ما تلفش فيها، فهمتيني؟ كاينين هما طوروا السيت، راه كان شحال هادي كان عيان. تقدر انت تحط الماكينه ديالك، فهمتي؟ سبميت ماشين، تحط الماكينه ديالك في فون هاب. المهم اهم حاجه هي تشوف ديك الماكينه هضر عليها بنادم في يوتيوب، باش لو حل في شي حاجه دوز اليوتيوب. هادي اهم حاجه، ولا بنادم كاتب عليها شنو ديك الكتابه كتسمى رايت اب، فهمتيني؟ ديك الكتابه على شي تغرى ولا شي حاجه سميتها رايت اب. مثلا تكتب سميت الماكينه مثلا بلو، مثلا اشهر ماكينه كاينه في الانترنت هي بلو، رايت اب بلو. المهم هاد البلوفين كاينه في هاك دي بوكس. اوكي دابا الا دوزتي هادشي، المهم لقيتي راسك صافي كتقدر تحلي التشالنج ياك. غدير واحد الحاجه، غتولي تحل التشالنج بفلوس. هنا الفلوس هاد تدخل، المهم هاد الفلوس هاد تدخل نخليها فيديو الجاي ان شاء الله.